صباح للي عنده صباح ومساء للي عنده مساء وتصبح على خير للنايمين. الصوت قوي، الحنجرة قوية لأنه في شيء كتير قوي بدها تفجر من بعد ما تطلع. وينك؟ اس اي تي. اسمع الاسم منيح، اس اي تي، اجر اللي بيكسر الحديد وبينزل بالماي وبيروح على البحر. قرب لعندي. ثلاث ألوان مميزين، أخطر اللي خسر هالجمعة، والأسود إن شاء الله ما بتشوفه يوم أسود، والأورانج الله يسهل عليه. ثلاث ألوان حلوين وشكل كتير حلو. 6.58 شاشة. خلينا ندوره نحن عم نشرح لكم لنكسب وقت. أول شيء بيسعنا نشكر الشركة اللي كل ما ينزل تليفون بيقولولنا خدوا جربوه وعمال عليه اكسبيريونس مشان تقدر تعرف شو فيه اعطال. ثلاث شغلات حنقلكم اياهم بكون تنتبهوا لهم. 13000 بطاريته، الشارجير تاعه انتبه عليه تايب سي، والكيبل بتجي تايب سي تايب سي، 33 واط. السيلفي انتبه، السيلفي بتجي 8 ميجا بكسل، الخلفي بيجي 12 ميجا بكسل، ب 8 ميجا بكسل، ب 2 ميجا بكسل. بس بدنا ننتبه على شغله، في بقلبه فلاش، البطاريه حسب قد ايه فيها بيتغير اللون، يعني القوس قزح بلش من الاوسكال. شو بدنا نقول لكم بعد؟ بياخد خطين او خط وميموري جي 85 12 ان ام. اوكي؟ بعد بدنا نشرح لكم انه في بقلبه بصمه، وبعد بدنا نشرح لكم شيء كثير، الاندرويد 12 هو 628 بيفتح لحد العشرة. شوفوا، ما تقولوا الكاميرا، هيدي الكاميرا، ما تقولوا اللون، ما تقولوا ستار كول. شو عنا؟ شغلتين كتير مهمين اسمعوهم. هيدا التليفون بينشرها من ستار كول بالإذن من أصحاب الشركات لمدة شهر، إذا بيعمل أي شيء بتجيب لي الأباراي وبتاخد غيرها. اسمع منيح، حقه 210 دولار، بيطلع لك معه، ما بيأثر قلوب ما بيهم، بيطلع لك معه البلاك فيو، مع كل واحد بيطلع لك بلاك فيو ب 210، هيدا عرض من عنا، ما حدا يطالبهم قلن ما خصهم، وقلنا لكم لمدة شهر، أي شيء بيشكي التليفون بتيجي بتعطينا إياه وبتاخد بداله. ميديا تاك جي هايلو جي 85، معلم على اسمه سموا البزورات. البلاك فيو والاوسكال وصلوا وبلش التكسير، وهلا صار فيه يقول لك بس بدك اهلا وسهلا ويلا روح.